خلاص اوكي. طيب هنبدا ان شاء الله الاوتو انفلاماتري سيندرومز. الاوتو انفلاماتري سيندرومز مهمه، انت ما بتشوفهاش كتير. ليه بقى يا دكتور؟ لان معظمهم بيكونوا في حالات الاطفال. خلي بالك ان المعلم الكبير بتاع الاوتو انفلاماتري سيندروم، ايوه، هو الادلت اونست ستيلز ديزيز، ده المعلم الكبير بتاعهم. وده انا شرحته قبل الروماتويد قبل كده، او بعد الروماتويد اسف. طيب هنا الاوتو انفلاماتري سيندرومز بتكلم فيها الاول عن ثلاث عناوين، هتكلم فيها عن ثلاث عناوين. اول عنوان يا دكاتره، هو هل في فرق ما بين اوتو انفلاماتري واوتو اميون ديزيز؟ ادي اول سؤال. السؤال الثاني، هم مين الناس دول؟ مين الجروب دي اصلا؟ المعلومة الثالثة، هل ما بينهم قاسم مشترك؟ يعني لو انا دخلت في الامتحان، انا بتكلم عن نفسي ما بقولش حد من حضراتكم يعني، وانا مش عارف الاجابة، لو انا مش عارف الاجابة يا دكتور وسمعت كلمة اوتو انفلاماتري، هل انا لو لوشت في الاجابة يمين شمال يطلع الكلام صح؟ قال لك اه يطلع صح. فبعدين الدكاترة يقولوا ايه؟ خلي بالك من النقطة رقم ثلاثة دي، امال نفرق كل مرض من التاني ازاي؟ بثلاث عناوين يا دكتور، بثلاث عناوين. اما نوصل لهم بقى نتكلم واحده واحده كده. بص يا دكتور، انت عندك القاعده العامه، لو في انتجين في جسم الانسان بتلقطه الانيت امين ريسبونس. حلو. طب الانيت امين ريسبونس يعمل ايه يا دكتور؟ يا اما يخلصنا من الموضوع، فاكرين كلمه السي اي ايه حضراتكم؟ يعني عنده خلايا سيلز يعني وكومبلمنت وسايتوكاينز، ويطلع انترفيرون. اذا فشل في هذه المشكله يعرضها على الادابتيف، يبقى هيحتاج الام اتش سي يا دكتور. اتنين، فيعرض على التي سيل. التي سيل يا دكتور على جنب كده بتستيميليت البي سيل، بتطلع اوتو انتي بوديز. يبقى الاوتو اميونيتي يا دكتور لابد من وجود ثلاث شروط. شطار. انتيجين ديبندنت. اثنين، لابد من وجود ام اتش سي. ثلاثه، بريزنس اوف اوتو انتي بوديز. يعني اقول لك ايه يا دكتور انا؟ هو مين الامراض اللي في الروماتولوجي معاهم الاوتو انتي بوديز نيجاتيف؟ فيسموهم كده سيرو نيجاتيف ديزيز. مين هم السيرو نيجاتيف دول؟ يا اما سيرو نيجاتيف سبونديلو، يا اما الادلت اونست ستيلز ديزيز. ده ممثل الاوتو انفلاماتوري. يبقى الاوتو اميونيتي يا دكتور انت عايز ثلاث شروط، خلي بالك، انتيجين وعرض على الطبق في الام اتش سي، وبريزنس للاكشن للبي سيل ممثله في الاوتو انتي بوديز. الاوتو انفلاماتوري يا دكتور غير كده خالص، ليس هناك غالبا ما فيش انتيجين، فيسموها انتيجين اندبندنت. الاهم من كده يا دكتور ان اللاعب الاساسي هو الانيت امين ريسبونس. خلي بالك ليس هناك ام اتش سي، مش محتاجينه. ثلاثة، ما فيش اوتو انتي بودز، وده واقعي يعني. نقطة بقى بنوع فيها كلنا، وانا اولكم باعتبارها انيت يا دكتور، ليس هناك مانع انك تجيب السيلز بتاع الادابتيف امين ريسبونس زي التي سيل مثلا تشارك في الاوجمنتيشن اوف انفلاماتوري ريسبونس. حلو كده. يبقى لما يسالك في الام سي كيو يا دكتور او في الاورال، ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ قول له بص يا سيدي، الاوتو اميونيتي لابد جزء منها العرض على الناس الكبيره ام اتش سي يا دكتور. اثنين، اوتو انتي بوديز. ثلاثة يا دكتور، أما الأوتو انفلاماتري اللي شغال فيهم الإنيت ومش عيب إنه يشاركوا الأدابتف من خلال التي سيل. اتنين، اتنين يا دكتور مش محتاجين ام اتش سي. ثلاثة، مفيش أوتو أنتي بودز في الام سي كيو.
النقطة التانية، مين هم الأوتو إنفلاماتوري في النظر يا دكتور؟ بص يا سيدي، هم 9 كل 3 مع بعض. بص يا دكتور، 3 لازم يدخلوا الفرن يا دكتور، حد الحمام وتلاتة يتردوا على البارد، وتلاتة تحت عنوان تسمع عن. هقول لك تاني كده، الجروبس عبارة عن ايه؟ ما هي مجموعات الاوتو انفلاماتري وانت بتجاوب؟ 3 بيدخلوا الفرن يا دكتور، حلو، وتلاتة الخبطة مش قوي يتردوا على البارد عند السمكري. على البارد يعني ايه؟ يعني دايما البرزنتيشن بتكون بريسيبيتيتد بالكولد اكسبوجر. حلو، والتلاتة تسمع عن بقى يا دكتور، مين التلاتة اللي هما في الفرن دول؟ أشهر واحد يا دكتور هو الفاميليال ميديترينيان فيفر، والتاني اسمه الترابس، وما بينهم يا دكتور اسمه هايبر اي جي دي سندروم. احنا هنفهم، احنا بنحط الايتمز بس. امال مين يا دكتور بقى اللي بيتردوا على البارد دول؟ قال لك 3، 3 اسهلهم يا دكتور من اسمه، من اسمه، اسمه كده فاميليال كولد اوتو انفلاماتوري سندروم. طب والتاني؟ معلش، اسمه ماكل ويلز سندروم. طب والتالت يا دكتور؟ التالت اسمه ايه؟ اسمه نيونيتال اونست، نيونيتال اونست مالتي سيستم انفلاماتوري ديزيز. السهم في دول يا دكتور يمشي كده، يعني ده مايلد، ده مودريت، ده سيفير ديزيز. تسمع عن 3 بقى يا دكتور؟ اقول له اسمع، مين يعني؟ يقول لك في حاجه اسمها الماجيد سندروم. حاضر. 2، حاجه اسمها البي فابا، والثالث الكرونيك مالتي فوكال اوستيمالايتس. مش مهم الاسماء دلوقتي يا دكتور، بس اهم حاجه في الاوتو انفلاماتوري انك لازم تكون عارف مفيش انتي بودي، مفيش ميجور هيست كومباتيبلتي، اللاعب الاساسي الانيت اميون ريسبونس. مجموعة الأمراض يا دكتور نركز على الستة دول والباقيين هنقولهم سريعا. أول 3 يا دكتور فاميليال ميترينيوم، والتاني اسمه ترابس، طب والتالت يا دكتور اسمه هايبر اي جي دي سندروم. كل ده يتشرح بس انا يعني بنسحب مع بعض في الكلام. والتلاته يترد على الباب، فاميليال كولد اوتو انفلاماتري ماكل ويلز نيونيتال اونست مالتي سيستم انفلاماتري ديزيز. النقطه الثالثه يا دكتور في السؤال، هو الامراض دي بينهم مشترك؟ ايوه، مشتركين في نقطتين يا دكتور. لو انا داخل الامتحان ومش عارف هو الاساس فيهم حاجه اسمها الانيت اميون ريسبونس. شاطر يا دكتور. الانيت بحرف الاي يا دكتور، العلامة المميزة فيه اسمهم انفلامازوم ميدييتد ديزيزز، وبالاي برضه يا دكتور يزيد فيهم الانترليوكين 1. ده دول خلاصة بس هشرح. طب والمشترك الثاني؟ الكلينيكال برزنتيشن. يعني صافيني مرة ولا تنسانيش بالمرة. يعني ايه يا دكتور؟ انا دخلت الامتحان وقلت ده اوتو انفلاماتوري يمشي سيستميك مانيفستيشن. سيستميك يعني ايه يا دكتور؟ يعني فيفر. شاطر. 2، ساينوفايتس، والله كويس. 3 يا دكتور، صح، سيروسايتس، شاطر. 4 يا دكتور، سكين راش، والله كويس. سبلينوميجالي اند فيدينوبس. هو ايه؟ اخيرا انا خايف من حاجه سبيشال يا دكتور، ومسح المره عشان ما تتعبش، اللي هو الامايلدوزس كيدني. لمي الحاجه ومسحها. يبقى عشان كده يا جماعه امسح. لمي المجلات اللي محطوطه عليه. المشترك ما بينهم
طيب المشترك ما بين الامراض دول يا جماعه، كده اقول لكم تاني بالراحه ماشي. الاوتو انفلاماتوري دي مجموعه من الامراض، اول ما تتكلم هتجاوب ثلاث اسئله يا دكتور. اول سؤال، ايه الفرق بين اوتو انفلاماتوري واوتو اميونيتي؟ اثنين، ودي شوك المطبخ. من هي الامراض يا دكتور؟ ثلاثه وثلاثه. اوه كسر الصوت، بس انا مش عارف بتاع الصوت ده بيتقفل ازاي. طيب طيب بصوا يا جماعه، الامراض دي مشترك ما بينها الباثوجينيسيس مع بعض الخلافات البسيطه، حاجه اسمها انفلامازوم. كويس كده، انفلامازوم يا جماعه، ايه الانفلامازوم؟ هقوله يعني innate immune response، يشغل الانفلامازوم. والانفلامازوم يا دكتور ده يطلع انترليوكين 1. مشتركين في الكلينيكال برزنتيشن يا دكتور، يعني انا داخل الامتحان ومش عارف، قال لي فاميليال ميترينيان فيفر، اقول له ما اعرفش، ده دوت انفلاماتوري، يعني الانيت امين ريسبونس اللي شغال، مفيش ام اتش سي، مفيش اوتو انتي بودي، لانه النت يا دكتور هيكون انفلاماسيون ميدييتد وانترليوكين 1. اكيد يا دكتور عندهم سيستميك مانيفستيشن وساينوفايتس وسيروسايتس وراش وسبلينوميجالي ونخاف من الاميلودوسس. والله الكلام صح. قال هايبر اي جي دي نفس الكلام، فاميليال ميتيا. امال ايه بقى المشكله في ترتيب الكلام؟ مين بيحب مين يا دكتور؟ قال لك بص بقى بالراحه، هو ايه كلمه انفلاماسيون دي؟ عشان فهم الموضوع ده يبقى كل الباقي خلاص سهل. بص يا دكتور، الانفلاماسيون ده هقول لك هو جاي منين اصلا. بص يا دكتور، لو ده مايكروب ماشي في السيركيليشن او يوريك اسيد كريستال او ليبيد، ايه اللي يحصل يعني؟ ودي خلايا من خلايا الانيت امين ريسبونس، ولتكن هي الليوكوسايتس، عشان الامراض دي عندهم ليوكوسايتوسس. هي الليوكوسايت يا جماعه بتتعرف ازاي على الحاجات اللي بتلف في السيركيليشن؟ قال لك عندها ثلاث عيال، مجموعه منهم مسرحاهم في السيركيليشن، والمجموعه الثانيه على سطح الخليه، والثالثه جوه السيتوبلازم. ليه يا دكتور؟ ليه يعني؟ ليه عامله كده؟ عشان لما يخلع من واحده يرشق في الثانيه. يعني هو مثلا يفلت من السيركيلاتر يلاقي الناس اللي واقفين له على الممبرين، يفرد من الممبرين يلاقي الناس جوه الخليه. الاسماء ايه بقى يا دكتور؟ الناس اللي في السيركيليشن دكتور اسمها الليكتين. الليكتين ده ابن من الابناء الانيت امين ريسبونس. لو شاف ماده يوديها لمين؟ يوديها للكومبلمنت. طب رقم اثنين يا دكتور، فلت من الليكتين او الليكتين مش شغال او ملوش مزاج يشتغل، هيلاقي ريسبتور على الممبرين اسمها تول لايك ريسبتور. طب لو فلت منها يا دكتور؟ قال لك يلاقي سيتوبلازميك ريسبتور مستنيه، بيدلعوه كده يسموه سايتو سوليك ريسبتور. هي هي سيتوبلازميك. يعني ايه السيتوبلازميك ريسبتور ده؟ اسمها النوت لايك ريسبتور، بيسموها كده ان او دي. يبقى واحده واحده كده، احنا عندنا الانتيجين اللي بيلف في السيركيليشن ده او اي ماده، الانيت امين ريسبونس بيتعرف عليها ازاي؟ مسرح عياله، عيال مخبرين في الشارع اسمهم الليكتين، على سطح المبنى يا دكتور في ريسبتورز اسمهم تول لايك ريسبتور. لو فلت من واحد او اثنين يلاقي النود موجوده له. عارفين يا دكاتره اسم الدلع للنود ريسبتور ده اسمه ايه؟ اسمه انفلامازوم. يا
إذا ما هو اسم الدلع الانفلاميزوم يا دكتور؟ هو النودلايك ريسبتور، هو الابن الثالث اللي نايم جوه السيتوبلازم عشان يستنى أي حاجة تفوت من الاتنين اللي بره. سألك سؤال بقى، يبقى دلوقتي لما هتكلم عن نود لايك ريسبتور اختصارها كده نود لايك ان او ان دي لايك ريسبتور اسمها كده. بص يا دكتور، لما نيجي نتكلم عنها هي الانفلاميزوم، فقال لك بص بقى النود لايك ريسبتور اللي جوه السيتوبلازم دي، سامحيني معلش في الاطاله، عباره عن بروتين. طب والبروتين ده بيتبني منين؟ من الجين. قال لك لو خدنا الجين بتاع النود او الانفلاميزوم تلاقي ليه ديلين يا دكتور، ديل منهم الدومين بتاعه بايرن ريليتد، مادة كده يعني. هقول لك ايه دي؟ اتنين، واحد منهم يا دكتور الديل بتاعه اسمه كاس بيز. يعني ايه يا دكتور؟ بص النود اللي موجودة دي يعني تلاقي مكتوب جنبها نود بي او نود سي. ليه بقى؟ يا اما الاستراكشر بتاعها يا دكتور هيكون بايرن دومين. بايرن يعني ايه؟ بايرن دومين ليه يا دكتور؟ لان الماده اللي بتعمل اكتيفيشن او السنسور بتاع الانفلاميزوم هي البايرن، وفي سنسور تاني يا دكتور اسمه كاسبيز. هذه المواد يا دكتور خلي بالك، هذه المواد نورمالي ان اكتف، خلي بالك. طب احنا كبرنا بقى شويه، هو مين بقى اللي بيعمل لهم ان اكتيفيشن يا دكتور؟ واحده اسمها رؤى. والله ده انترا سيتوبلازميك سبستانس كده في السيتوبلازم بتقفل البايرن دومين ده. كلمه بايرن يا جماعه يعني هتطلع حاجه تعمل جينريشن اوف هيت، عشان كده المريض يسخن. يبقى سالك بقى ليه المريض بيسخن؟ يا اما مولود بابنورمال جين فالبايرن متكون غلط، يا اما الست رؤى مش موجوده. مين المسؤول عن تكوين البايرن جين يا دكتور؟ فاميليال ميترينيان فيفر جين. بس الكلام ده نص الحقيقه. الناس اللي زعلانه اقول لهم تاني، ما هو الانفلاميزوم يا دكتور؟ هو النود لايك ريسبتور. ما هي النود لايك ريسبتور؟ هي السيتوبلازميك ريسبتور بتاعه الانيت اميون ريسبونس. شوف يا دكتور كلمه واحده، بص الانفلاميزوم في الاي اللي قلت لك من شويه وظيفته يطلع انترليوكين 1، بس الانفلاميزوم ده موجود في صوره ان اكتف. مين السنسور بتاعه اللي بيحس يا دكتور ان في مشكله في الخليه؟ البايرن. فاول ما يحس المشكله في الخليه يقوم يقول ايه؟ يا عم انفلاميزوم انا السنسور بتاعك، عايزين نجمع بعض. نجمع بعض يعني مين يا دكتور؟ جوه السيتوبلازم بقى تكتمل الحقيقه الكامله، ان الانفلاميزوم ثلاث مكونات، بايرن دومين والاسك بروتين والبروكا سبيس. التلاتة دول يا دكتور أول واحد بيحصل له اكتيفيشن البايرين يجيب الاسك، يجيب البروكا سبيس يحوله الكاسبيس يا دكتور، والكاسبيس ده يحول البرو انترليوكين 1 انتو اكتيف انترليوكين 1. ادي الباثوجينيسيس يا دكتور. لو في سؤال انا سامع مع حضراتكم بس عشان يبقى في ديسكشن يعني. مين عايز يسالني يا دكاتره؟ انا سامع. تاني، الانفلاميزوم ده انترا سيتوبلازميك ستراكشر، وظيفته هو ابن من ابناء الانيت امين ريسبونس. وظيفته الاساسيه في نهايه الطريق يعني يا دكتور في نهاية الطريق يطلع انترليوكين 1. بس ده بيحصل في الريستنج ستيت؟ لا طبعا، الخلايا مريحة، ليس هناك ما يدعو انك تطلع انترليوكين 1.
الانفلاماسوم يا دكتور تركيبه ايه؟ عباره عن بايرين دومين والاسكي بروتين والبروكاسبيز، ثلاثه. لما دول يشبكوا في بعض يا دكتور هيحصل اكتيفيشن للبروكاسبيز لكاسبيز. الكاسبيز يحول الاناكتيف انترليوكن 1 لاكتيف انترليوكن 1. فقوم انت بقى اسالك سؤال، افرض انا اتسالت كده وقال لي طب ايه هي اهميه الانفلامازوم؟ قول له بص يا دكتور، رقم واحد ريليز تحرير الانترليوكن 1، اتنين يا دكتور لما يحصل ماركت انفلاميشن يموت الخلايا بحاجه اسمها بايروبتوزيس. ده يا اخويا ده، وفي فرق ما بين الايبوبتوزيس والبايروبتوزيس؟ ايوه. انتوا عارفين يا دكاتره ان الكي اخر الدواء، عشان كده الخليه لو دخلها باثوجين تقوم الخليه تفتح بورز كده وتشرب فلويد ميه، يعني اوعى تكون فاكر ان الميه بتطفي النار، بالعكس. اتنين، الخليه تطلع انترليوكن 1 يا دكتور، ده بيحرق الخليه يحصل لها كومبليت ديستراكشن. غير الابوبتوزس المحترم اللي اسمه بروجرام دي سيل ديس، مش كلمه بروجرام دي يا دكتور يعني مكتوب في نوته، لا كلمه، عارف يا دكتور بص انا عايز اقول لك على حاجه، عارف كلمه بروجرام دي يعني يعني كل حاجه معمول حسابها. هيموت عندنا خمس خلايا موجود لهم خمس كناسين، البايروبتوزس مش كده، الخليه بتفرقع لا يبقى منها شيء عليا وعلى الخليه. يبقى ما هو المشترك ما بين هذه الامراض يا جماعه الخير؟ في الباثوجينيسيس انفلامازوم، وفي الكلينيكال برزنتيشن 3 اس و3 اس يا جماعه. طيب نروح لاول مرض بقى ونيجي نطبق كده، تعال نطبق يا دكتور. اول مرض عندنا افكرك تاني الامراض، شاطر اهو، اول مرض اسمه فاميليال ميترينيان فيفر، الثاني يا دكتور اسمه هايبر اي جي دي سندروم، والثالث اسمه الترابس. طيب واحدة واحدة كده، تعال نفهم بقى يا دكتور، احنا ناس شاطرين وعارفين ان هذه الامراض اوتو انفلاماتوري، فهو مسمع في الامتحان اللي شغال يا دكتور الانيت امين ريسبونس، شاطر. اثنين، مفيش ميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس، شاطر. طب ثلاثة، مفيش اوتو انتي بودي. مين اللي شغال يا دكتور؟ النيت اميون ريسبونس انفلامازوم. ما هو الانفلامازوم يا دكتور؟ هو الابن الشرعي للنيت اميون ريسبونس نايم جوه الخلية. ده نايم جوه الخندق يا دكتور. ليس في صلب الريسبتور زي اللكتين ولا ترانس ميمبرين، لا ده نايم جوه. ليه اسم دلع؟ اسمه نوت لايك ريسبتور، خلي بالك. الانفلامازوم ده يا دكتور عباره عن ثلاث مركبات، مهم جدا البايرين، اثنين يا دكتور حاجه اسمها الاسك بروتين، والثالث اسمه البروكاسبيز. واحد يقول لي انت عمال تعيدهم بنفس الترتيب، تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق يا عسل، لان في الاكتيفيشن البايرين لازم يمسك في الاسك الاول وبعدين يحصل اكتيفيشن للبروكاسبيز يحول لك انترليوكن 1 من الصوره انه نايم لصوره حيه. تعالى بقى يا دكتور ناخد الفاميليال ميترينيان فيبر. اول حاجه يا دكتور انا هسيبها لكم بقى، بص بص احنا كلنا شطار، نقول ايه اول طلعه؟ ده اوتو انفلاماتوري سندروم، حلو، يعني النيت امين ريسبونس، مفيش ميجور هيستو كومباتيبلتي، مفيش اوتو انتي بوديز. الباثوجينيسيس يا دكتور انه انفلامازوم ميدييتد. ليه بقى يا دكتور انفلامازوم ميدييتد يا شاطر؟ قال لك بص يا دكتور عشان في مشكله في الجينات، جينيتكس. معلش يا دكتور بس سيب القلم اللي في ايدك كده وخليك معايا دقيقه واحده. ايه الجينيتكس بقى بتاعت الفاميليال ميدترينيان يا دكتور؟ قال لك بص يا سيدي، هنا في مشكلة في الجين
اللي بيعمل انكودنج للبايرت اكيد عشان يشتغل لوحده كده، لا يستجيب للست رؤى. فاحنا بقى دلوقتي هندخل في خناقه، هي الفاميليال ميترينيان فيفر دي يا دكتور بتنتقل ازاي؟ قال لك عباره عن اوتوزومال ريسيسيف. ايه اوتوزومال ريسيسيف دي؟ بص يا دكتور، ادي الاب اهو وادي الام، الام عندها ريسيسيف جين والاب عنده ريسيسيف جين، لكن عندهم جينات سليمه ومديهم خطوط كبيره كده. الاثنين دول كارير يا دكتور لانهم شايلين الواد النص ده، الجين الصغير ده. اعمل بقى يا دكتور التزاوج كده، هتلاقي ولد سليم تماما اللي هم فيه تو جينز سلام واثنين كارير اهو، وواحد يعني يلبس في الحيط، يبقى النسبه كام في الميه في الام سي كيو يا دكتور؟ نسبة الترانسميشن كام؟ 25%. يا جماعة الخير، نسبة ان اتنين كارير للجين يبقى الولد المصاب سواء ولد او بنت، لان دي ملهاش علاقة بالسكس كروموزوم، 25%. فاكر انت فيلم النص زمان؟ لا ده فيلم الربع بقى، 25% مصاب اتنين كارير يا دكتور. طب تعالى نتخانق شويه كده، اسال حضراتكم سؤال بقى، انت بتبعت الطفل طبعا لان دايما من سن 10 ل 20 سنه، فبتقول الاطفال يقول لك ايه، احنا بنشتغل الاطفال لغايه سن 20. قول له يا عم لغايه 25 ربنا يفتح عليكم، العيادات رايحه جايه يعني مفيش مشكله يعني. سألكم سؤال يا جماعه، سؤال مهم يعني، هو الفاميليال ميديترينيان فيفر كلينيكال دايجنوزس ولا لاب دايجنوزس؟ انا والله ما برخم بس انا عايز الموضوع ده يبقى مهم في دماغنا يعني. بص يا دكتور كلمه واحده، هو كلينيكال دايجنوزس. بص قد يكون سبورتد بالجين ولكنه ليس اكسكلودد بالجين اناليسيس، واخد بالك؟ يعني الجين يقول لك اه حلو كده، شطار يا دكاتره، وكلينيكال دايجنوزس طبعا. فانت يا دكتور هتبعت هناك وتقول لهم انا عايز لو سمحتوا عايز تحليل الفاميليال ميديترينيان فيفر جين. بص يا دكتور، اهم مكان للجين يا دكتور، بص هو محطوط على الكروموزوم 16، مش مهم اي كروموزوم في الدنيا ده، دكاتره عباره عن اكزونز وانترونز. على فكره التسميه عكس اللي انت بتعتقده، بيجي الراجل اللي بيقطع الجبنه الرومي ده يرمي الانترونز وياخد الاكزونز، بيسموها سبلايسنج. بص يا دكتور، اهم نقطه في الاكزونز عند رقم كام؟ عند البوزيشن رقم 10، على فكره مش مهمه برضه. امال اهم جين ابنورماليتي هو مين يا دكتور؟ بص يا سيدي، بص يا سيدي، بص جين رقم 9 6 4 9 6 4 حلو. في بقى بعض الكلام المهم بقى هنا، هو انا هسالك يا دكتور بقى، هو بيبعت لي في ورقه التحليل يقول لي يا اما ده هوموزايجوس يا اما هيتيروزايجوس، يعني ايه دكاتره في التحليل الكلام ده؟ بص يا دكتور، الجين عباره عن شارع كبير كده، والشارع ده فيه عمارات، عماره من دول بنيها الدكتور احمد لعياله، بيقول عشان ما اظلمش بقى الواد زي البنت، الشقه يمين زي شمال، وان كان ده قليل ان الناس تعمله يعني. فقالوا يعني ايه يا دكتور؟ يعني اللي ساكن قصاده وبحبه، يعني ده شبه ده، لو شبه بعض يا دكتور يسموه قليل وليس قليل البخت، يعني صوره طبق الاصل. بص يا دكتور، لو كانت الابنورماليتي يا دكتور صوره طبق الاصل فهو هوموزايجوس، لو الهوموزايجوس ده يا دكتور عند البوزيشن 9 6 4 يخاف من الاتي، ان العيال دول early onset disease. طب رقم اتنين،
خلي بالك خلي بالك، لو الولد ده اسيمتوماتيك، طب انا ايه اللي خلاني اعمل له تحاليل اصلا؟ ابوه وامه، ابوه او امه عنده فاميليال ميديترينيان مثلا، قلت لهم طب هاتوا العيال كده عشان نعمل لهم جينيتك مابينج، فلقيت الواد ده 9 6 بوزيتيف. يا ابني عندك اعراض؟ قال لا. هنا السؤال يا دكتور، هتعالجه ولا مش هتعالجه؟ هتعالجه ولا مش هتعالجه؟ قال لك بص يا دكتور، بص يا سيدي، رقم واحد كلوز فلو اب، اتنين يا دكتور يعالج هذا الطفل اذا كان هناك الاتي. هو انت يا ابني ابن مين في مصر؟ انت الجيوغرافي بتاعتك منين انت؟ من دول حوض البحر؟ اتنين، يا ابني انت عندك فاميلي هيستوري، الانفلاماتوري ماركرز عندك عاليه اللي هم السي ار بي والاي اس ار، يبقى الواد ده لازم ياخد كولشيسين حتى لو ما اشتكاش. ليه يا دكتور؟ قول له خايف من الاميلودوزس يا معلم. طب معلومه تانية، معلومه تانية، الواد بتاع 6 9 4 ده، بص يا دكتور، بص بص، تتوقع انه هيكون كولشيسين ريزيستنت. لا 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 لا، الناس تايهين كده. الفاميليال ميترينيان فيفر انه اوتو انفلاماتوري سيندروم، ليس هناك ام اتش سي ولا انتي بادي. اللاعب الاساسي الانيت امين ريسبونس انفلامازوم اسم الدلع نوت لايك ريسبتور، مكوناته ثلاثه، الهدف يطلع انترليوكين 1. الجينيتكس يا دكتور حلو، المشكله في الجين اللي هو كودنج البايرين. اه على اللي جرى من مراسيلك، البايرين ده يا دكتور بنطلب نقول له عايزين الفاميليا المترين فيفر جين، هيطلع لك حاجات كتير يا دكتور، ارجوك ركز على ده. طب واحد غير ده وكتب لك هوموزايجوس، قول له عندك فاميلي هيستوري ولا لا؟ اتنين، طب احنا مش هنقول له انت ابن مين، لان هو طالما جانا يبقى ما من مصر يا دكتور، يبقى اهم حاجه فيه الفاميلي هيستوري والانفلاماتوري ماركرز. الواد ده تخاف عليه يا دكتور اصل يكون كولشيسين ريزيستنت. بعدين الواد ده انديكيشن فور تريتمنت، اي سؤال؟ طيب ماشي، يبقى اول حاجه اوتو انفلاماتوري، انه الانفلامازوم يا دكتور، الجين كودينج بايرين، شطار، اوتو زيمال ريسيسيف، انه الربع يا خميس، ربع، ربع مشكل. العيب في البايرن يا دكتور فاميليا المترين فيفر جين 6 9 4. او حد يمل من التكرار يا دكتور، التكرار ده مهم على فكره، خلي بالك. نروح بقى يا دكتور للنقطه الثانيه اللي هي سهله بقى، احنا كلنا شطار. قال لي قول كلينيكال برزنتيشن للفاميليا المترين، قول له يا عم اركن على جنب بقى، قول له انت جاي تهزر معايا؟ ده انت جاي في الملعب كده، طب ما تقول لي ايه ملعبك يا دكتور بقى عشان العب معاك. يلا يا دكاتره بقى كل واحد يقول لي كده، شطار اهو. اول حاجه يا دكتور سيستميك مانيفستيشن، بص يا دكتور الترتيب ده مهم، سيروسايتس، ساينوفايتس، ما هي اسات مشهوره يا دكتور، ها، سكين راش، سبلينوميجلي، تخاف من حاجة سبيشال أميليدوزس، اكتب جنبها كده يا دكتور وما يستجد من أعمال، تحت عنوان مسائل يعني. واحدة واحدة يا دكتور كده بالراحة. بص يا دكتور سيستميك مانيفستيشن يعني ايه؟ أهم كلمة في السيستميك مانيفستيشن يا دكتور أرجوك عشان خاطر أنا، ريكارنت فيفر. طب وهي دي تكفي يا دكتور؟ قال لك لا، خلي بالك بقى، السن من 10 ل 20 سنه، اثنين اصلهم من دول الحوض يا دكتور، ثلاثه مفيش انفكشن يا دكتور. انت عارف الثلاث كلمات دول اهم كلمه دي، وبعدها في الام سي كيو دي، امال الكلمه الثانيه بقى يا دكتور لازم تحطها في ودانك حلقه كده، احطها انا بلاش انت. بص يا دكتور، duration of fever، هي الحرارة بتقعد معاك قد ايه يا ابني؟ قد ايه؟
بنعرف المتوسط يا دكتور من يوم لثلاث ايام، باليوم واليومين بندهلك، باليوم واليومين، واحد اتنين يبقى تلاتة، ولكل الحبايب دنيا، وانت في واحد لتلاتة. حلو يا دكتور، حلو. طب وبعدين يا سيدي؟ التكة التانية يا دكتور السيروسايتس، على فكرة مهمة دي. commonly يا دكتور abdominal pain، كمل بس كده، و chest pain، سواء كان pericarditis أو pleurisy. معلش واحدة واحدة كده، هي إيه بقى خصائص الأبدومينال بين يا دكتور؟ أصل هو سيروسايتس يعني في البريتونيوم، يعني المفروض يا دكتور إن هو جنراليزد، بس الغريب يبدأ لوكاليزد على الإنفلاميشن ما ينتشر يعني. اتنين جاردنج ريجيديتي، على فكرة يا دكتور مكتوب، هبعت لك أنا الأب تو ديت، معلش النوتس موجودة، يقول لك كده والله ان من احدى علامات السيروسايتس الابدومينال بين ده، خلي بالك ان الولد او البنت دي عندهم بريفيوس هيستوري اوف ابندسكتومي. ما هو دايما يعني احنا فتحنا بطن الطفل، كم واحد هيفكر في الفاميليا الميترينين فيبر يا دكتور؟ واخد بالك كم واحد هيفكر يعني؟ مش هيقول لك انا ماشي ايدي كده واشيله ازاي، ده ايه المشكله يعني؟ طيب النقطة الثانية يا دكتور في الـ في الـ في الابدومينال بين، إن ممكن يخف لوحده، تخيل يعني الـ spontaneous resolution is a rule يا دكتور. نروح بقى للساينوفايتس يا سيدي. الكومن يا دكتور في الساينوفايتس إنها تكون مونو، بلاش دي، اي ساينوفايتس 3 ديز. الوصف انفلاميشن، حلو. ديستريبيوشن يا دكتور، ياخد اللارج جوينتس زي مين يا دكتور؟ الني والانكل والهيب بتوع اللور لمب يعني، فيجي مونو. لكن ساعات بص يا دكتور، ساعات بص بص، عشان انا عايز اسالك سؤال. مايجراتوري بولي ارثرايتس، وعلى فكرة هيخف. ليه يا دكتور؟ لأنه عامل زي الروماتيك يعني، فكلمة مايجراتوري بتفكرك بس. فسألك سؤال، هو مين اللي بيعمل مايجراتوري بولي أرثرايتس؟ عندنا كم مرض يا دكتور؟ ممكن حاجة تعمل أن ميوت وتقول لي. شاطر يا دكتور، أشهر واحد روماتيك فيفر، ممتاز ممتاز. طب والتاني؟ أهو. طب والتالت؟ لايم ديزيز. طب والرابع؟ جونوكوكال بيفور لوكاليزيشن. حلو كده. طيب يا دكتور هسألك سؤال بقى، هسألك سؤال، هو انت يا دكتور في الام سي كيو لو سحبت الساينوفيال فلويد ايه اللي هيطلع فيه؟ خلي بالك يا دكتور، انا قلت لك النيتروفيلز، ايوه، فعندهم الليكوسيتك كاونت جوه المفصل يا دكتور من 200 ل 10000، تخيل انت. طبعا هل يحصل ديفورميتي؟ رير كيسز. بس هنا بقى علم يا دكتور، بقى علم علم، عارف ليه؟ هو العلاج الاساسي يا دكتور، الاساسي للفاميليال ميترينيان فيفر يا دكتور، مين شاطر يقول لي العلاج الاساسي ايه؟ What is the main treatment of familial Mediterranean fever؟ حد يقول لي يا جماعة الخير، مين يقول لي؟ كولشيسين يا دكتور. كولشيسين، ايوة شاطرة. طب هو لو جاب ارثرايتس يا دكتور هتعمل ايه؟ قول له ما هي مليانة ايه يا دكتور؟ مليانة ايه يا دكتور ايمن؟ ال الساينوفيال فلويد مليان ايه؟ وايت بلاد سيلز. مين اللي هيوقف الوايت بلاد سيلز؟ كولشيسين. طب افرض ما استجابش يا دكتور؟ شاطر. الديمارد يا دكتور، ايوه ديمارد، خلي بالك خلي بالك يا دكتور. ها بعد كده
يبقى اهم 3 كلمات في الفاميليال ميترينيان فيفر هم اول 3 سيستميك مانيفستيشن، سيروسايتس، ساينوفايتس، سكين راش. يا دكتور السكين راش يا دكتور يسموه كده اريسيبلس لايك. قول له والله ايه بقى اريسيبلس لايك دي؟ بص يا دكتور لازم الاثنين دي يعني ديسكريبشن وديستريبيوشن. موجود فين؟ في اللور ليمب زي الم المفاصل بالظبط. امال كلمه اريسيبلس دي شكلها ايه يا دكتور؟ شكلها ايه يعني؟ بص يا دكتور عباره عن ماكيلو بابيلر راش. بلاش كده، لون احمر على الجلد بس خلي بالك اي 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 elevated. خلي بالك يا دكتور البتاعه دي يا دكتور بقى المشكله ان السكين ليجن ده بيكون معاه raised acute phase response. هل تدي انتي بايوتيك؟ قول له لا، اصل الباثوجينيسيس مش انفكشن يا دكتور. حلو، امال ايه يا دكتور بقى ما يستجد من اعمال دي؟ خلي بالك من الاتي يا دكتور. بص اهم نقطه فيما يستجد من الاعمال دي بيحصل لهم حاجه اسمها فيبرايل مايالجيا، الم شديد في العضلات خصوصا بتاعه اللور ليب. طب معلش يا دكتور هو دي اهميتها ايه بقى؟ يعني انت ايه رايك بقى؟ ايه اهميه الفيبرايل دي؟ ايوه قال لك الفيبرايل مايالجيا دي يا دكتور تعتبر بارت اوف فاسكولايتس. عشان كده السؤال الثاني هل الاسترويد لها دور في علاج الفاميليال ميترينيان يا دكتور؟ قولوا لو جاله فيبرايل مايالجيا ممكن تتوقعها؟ اه مع 6 9 4 احنا بقينا شطار بقى وعارفين مين هو 6 9 4 ده. احنا بقينا عارفين مين هو 6 9 4 خلاص. طيب في حاجه تانية، اه في العيال الميل يا دكتور الميل ممكن يحصل لهم اكيوت سكروتال بين بس هيخف. النقطه الثانيه يا دكتور الاسوسييتد ديس اوردرز هو ممكن يحصل معاه كده. اقولها لك مسائل بقى، جالك طفل من 10 ل 20 سنه عنده فيفر وسيروسايتس دول اهم ناس، طب نقفلها يا دكتور، وعنده ساينوفايتس يلا يا سيدي، وعنده بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف فاميليال ميترينيان فيفر. الام قالت ده عنده بيجي له ريكرنت ابدومينال بين، قول لها عادي من السيروسايتس. قالت لك بص يا دكتور بس النهارده للاسف الشديد الواد جاله هيماتوريا ولقيت عنده سكين راش على الباتوكس يا دكتور، واتس يور دايجنوزس؟ تاني دي الهينوخ شنلاين بيربرا يا دكتور فاسكولايتس. ايوه طبعا هينوخ شنلاين بيربرا اللي هي اي جي اي ميدييتد. هقول تاني اهم برزنتيشن 3 يا دكتور وهم كلهم بحرف الاس على فكره، والثلاثه لسات التانيين اللي هم السكين راش والسبلينوميجالي ليمفادينوباثي مش عارف ايه وسبيشال زيلامايلودوزس. ما يستجد من اعمال مسائل. قال لك واحد عنده فاميليال ميترينيان يا دكتور وجاله هيماتوريا ولقيت عنده سكين راش، تشخيصك ايه يا سيدي؟ قول له هنا في شلاين بيربر. طب خد المساله الثانيه يا دكتور، خد المساله الثانيه. اقول لك يا سيدي الولد ده عنده فاميليال ميترينيان فيبر والان اصبح هايبرتنسيف يا دكتور وعنده بريفرال نيروباسي وعنده سكين راش، هتفكر في ايه؟ شطار، بولي ارترايتس نودوز. يعني خلاصه الكلام عايز اقول يا دكاتره ان الفاميليال ميترينيان فيفر ممكن يكون اسوسييتد مع فاسكولايتس. بص يا دكتور عشان اريحك يعني امتى هتتوقع الكلام ده؟ قول له 6 9 4. يبقى بص يا دكتور بقى الخلاصه ايه؟ خلاصه ما سبق. بص عشان انت بقى تلم الليل اهو، انا عارف ان العك في الكلام الكتير ده بيتوه الناس. كلمة واحدة هو الان في الامازون انها انترليوكن 1 ميدييتد، الجين 6 9 4، كلينيكال برزنتيشن 3 3، ما يستجد من اعمال حتى 3 3 الاساسيين يا دكتور
systemic manifestation, serositis, synovitis. التانيين دول انت براحتك يا دكتور، براحتك، بس اوعى تنسى الفاسكولايتس. سهل كده يا جماعه؟ ان شاء الله سهل. انفستيجيشن يا جماعه الخير، هتعمل ايه طيب؟ قول له عادي. ده واحد عنده انترليوكن 1 وانترليوكن 18 عاليين. بننادى على الليوكوسايت، يبقى رقم واحد السي بي سي يا دكتور بتلاقي توتال ليوكوسيتيك كاونت عالي. اي اس ار وسي ار بي عاليين، شاطر. طب وبعدين يا دكتور وبعدين؟ واحد هيطلب الجين اناليسيز، ماشي. طب وحضرتك خايف من ايه يا دكتور بقى؟ خايف من ايه؟ خايف من الاميلودوزس كيدني. هتعمل ايه يا دكتور؟ تدور على البروتينوريا. طب اقول لك مساله، واد عنده فاميليال ميترينيان فيفر او بنت، جالك بلور لون ايديما وبعدين قلبت بماسيف جنراليزد ايديما، يلا يا دكتور قول لي هتفكر في ايه؟ اميلودوزس في الهارت. اميلودوزس كيدني صح؟ نيفروتيك سيندروم. طب اصعبها شويه بقى، افرض يا دكتور طلبت التوتال او 24 اور يورين بروتين طلع نورمال، وان كان ده صعب شويه، قول له عادي يا دكتور. حلو، بص يا دكتور الاميلودوسس ده الماده الشمعيه دي ممكن تترصف فين؟ زي الدكتوره ما قالت كده، في الهارت اتنين، والهارت صغير اتنين يا دكتور، في الجي اي تي. فتعمل حاجه اسمها البروتين لوزنج انتروبس. يعني عايز اقول لك لازم تبقى تفكر بره الصندوق، ان مش شرط الكدني هي اللي خربانه بس، ففي حاجات تانية بايظه. حلو الكلام، نروح للعلاج يا دكتور. انا عايز اسمع الدكاتره بقى، العلاج الاساسي هو احنا هنقول ايه يعني؟ ما هو اكيد هيكون ايه العلاج الاساسي يا دكاتره؟ ما هو العلاج الاساسي للفاميليا؟ برافو عليك. طيب انا هاخد ود معاكم بس شويه في الكلام، ونزبط التريتمنت الاول وريست وندي كولشيسين. ماشي حاضر، بس هنا انا عايز اسال حضرتك سؤال بقى، احنا مسكمين الدماغ بقى، يعني انت قول يا دكتور كده بالراحه، انت بتدي كولشيسين، طبعا هو ليه الكولشيسين هنا مهم؟ يعني ادي السؤال اللي هو اللي من سنه 33، اهميته ايه يا دكتور بقى؟ يقلل يقلل السيفيريتي وزي اتاك، لكن صعب يمنع الاتاك على فكره، يعني مش شرط يمنع الاتاك خصوصا في 6 9 4 دول. اثنين يا دكتور، ان ده بيمنع المايكرو تيبيول فورميشن في الليوكوسايد، دي الممتحن عايز يسمعها، خلي بالك. اسال حضرتك سؤال بقى، معلش يا دكاتره ما حدش يزعل، يعني هي الدوز الكولشيسين كام؟ عشان بس يعني سواء كان هو الموجود عند حضرتك نص مللي جرام او 6 من 10، يعني سواء انت هتعمل المضاعفات او لا، فمين يقول يا جماعه بقى الجرعه كام؟ 6 من 100 مللي جرام لا 6 من 10 بس انا عايزين نمشي ب 6 من 10 عشان ايه القرص يا دكتوره، يا اما نص مللي جرام يا اما 6 من 10 مللي جرام، فنعتبرهم زي بعض يعني مفيش فرق. واو. سواء ده موجود او ده موجود حاجة براحتك يعني. هنا السؤال بقى، هتدي الجرعه كام؟ يعني طفل اقل من 5 سنين مثلا. دكتور نعمله معامله الجوت ولا ايه؟ لا اكيد التاني. ايوه قريبه من الجوت شويه، بس الجرعات هنا فيها تظبيطه بس يا دكتوره نهال. لو اكتر من 10 بقى؟ اكيد الواد النونو ده يعني هيكفيه نص، الواحد بيجيبها كده يعني. طب وده من نص الواحد يا دكتور على فكره يعني. امال لو هو اكبر من كده بقى؟ انك انت ممكن توصل اب تو 1.5، يعني 3 تراس في اليوم من النص، او 1.8 من 10 اللي هم 3 تراس من 6. صح يا دكاتره؟ ها ماشي. طب خد المعلومه دي بقى، انتوا بتخافوا ايه من الكولشيسين؟ ايه الخوف يعني؟ الضياريه ولا طيب يا دكتور وده ده بقى يعني اخطر حاجه هي الضياريه، ودي مشكلة وما فيش بديل غيره لأنه ده رخيص، فهتعمل إيه يا دكتور طيب؟ يدينا الجرعة دي سبريتنج مثلا؟ ولو أنت هتدي جرعات عالية يبقى لازم تعمل سبريتنج للدوز أحسن.
وغير كمان سبليتنج لو هتدي جرعات عاليه ابدا واحده واحده، يعني انت عايز تدي واحد ونص يعني قول له نص مرتين في اليوم، وبعدين نزود بعد 3 لـ4 ايام ونشوف. طب اسال حضرتك سؤال بقى، هو ممكن مريض عنده فاميليال ميترين فيفر ولا يستجيب للكولشيسين؟ اه ماشي، يلا قول لي بقى، يعني واحد بياخد كولشيسين مع ان ده المفروض فداوني بالتي كانت هي الداء، فالكولشيسين حبيب الفاميليا المترينيا، اخد كولشيسين ولم يستجيب، نعمل ايه؟ انت ممكن وان هيدر. لا انا الاول حاضر حاضر حاضر، انا عايز الاوبشنز بس. حاضر حاضر، ما يا جماعه الكلام انتوا بتقولوه ده في السبيشال سيتويشن، انا بتكلم على ان احنا عايزين نعالج اتاك لفاميليا الميترينيان فيفر، والولد ده حرارته تقل والالم الابدومين يقل، الساينوفايتس دي جايه سبيشال كونسيدريشن بعدين. انت اديت الكولشيسين يا دكتور وعليت جرعتك وما استجابش، هتفكر في ايه؟ الكلام العادي السهل بقى، يا اما تشخيصي غلط مش كده برضه؟ يا دكاتره الاوبشنز الاول تشخيصي غلط، اثنين ما بياخدش الدواء، سيبك من دول، لكن اهم واحده اسمها كولشيسين ريزيستنت يا دكتور. يعني ايه كولشيسين ريزيستنت؟ بص يا دكتور امشي دايما على نفس الاسكيم بتاع الروماتويد، قول له انا ببدا ميثوتريكسيت، ده اسمه الفيرست كونفنشنال ديمارد، اذا لم يستجيب يبقى اسمه لو حصل ريزيستنس الميثوتريكسيت اعمل ايه؟ هو ده الكلام اللي بالترتيب كده. بسالكم سؤال، هو في حاجه اسمها كولشيسين ريزيستنس؟ ايه هو الديفينيشن يا دكتور؟ زي ميثوتريكسيت ريزيستنت او ميثوتريكسيت فيلير؟ بص يا دكتور، لو انت وصلت الجرعه في الناس الكبيره ل 3 مللي جرام بير دي وفي الاطفال 2 مللي جرام والاستجابه ما فيش، ده اسمه كولشيسين ريزيستنس. حلو حلو الكلام، هو انت ممكن تتوقع الكولشيسين ريزيستنس يا دكتور؟ ايوه اكيد، انتوا طبعا زهقانين من كلمه 6 9 4 دي. طب والكولشيسين ريزيستنس يا دكتور هتعمل فيه ايه؟ حلو، تدي له انترليوكين 1 انهبيتور، لان محدش بيبدا بده على طول يا دكتور عشان ده دواء غالي. طب في مشكله لم يستجيب، تي ان اف الفا انهبيتور. طب لم يستجيب يا دكتور، في ترايلز على التوسيليزوماب، ما هم بيدخلوا البيولوجي في كل حاجه. يبقى انت البدايه يا دكتور ما تنساش جرعاتك في الكولشيسين، امتى تسمي ده كولشيسين ريزيستنس؟ نروح بقى للسبيشال كونسيدريشن، واحد جاله كونفشنال ديمارد يا دكتور ليه رول ولا؟ ما انا جاي اهو، حاضر حاضر. لو واحد عنده ارثرايتس بقى، في الحاجات السيستميك ليه يا دكتور ايمن؟ الكلام على الارثرايتس. طيب هو انت الافكتيف تريتمنت للساينوفايتس ايه يا دكتور؟ خصوصا لو هي كرونيك يعني. ما انت كده كده ماشي على كولشيسين، قول له انا هدي كولشيسين. بس لو في الخير ما رميت طير يا دكتور، ده غالبا ما بيشتغلش مع الكرونيك ساينوفايتس. طب هتعمل ايه في الراجل ده؟ يلا يا دكتور، ها؟ قال لك بص يا سيدي، هو جايب لور لمب ساينوفايتس مش كده؟ طب ده شبه مين؟ شبه السيرو نيجاتيف اللي هم البريفرال تايب، يعني ممكن ادي ميثوتريكسيت؟ اه. ممكن ادي سلفا سلازين؟ اه. طب ما استجابش يا دكتور هنعمل ايه يعني؟ قول له عادي تي ان اف انهبيتورز، تخيل اهو، يعني كانك بتعالج روماتويد او سيرو نيجاتيف عادي. طب رقم اتنين يا دكتور، هل مريض الفاميلي المترين فيبر ياخد استرويد؟ اه. لو كان عنده فيبرايل مايلجي ياخد استرويد، جرعتك كام يا دكتور؟ لانها بارت اوف فاسكولايتس، جرعتك كام؟ من نص لواحد مللي جرام، كل الاطفال كده على فكره، كل العيال الاطفال الصغيرين او بالسعود الورعين يعني ياخد من نص لواحد مللي جرام بير كي جي بير داي. بقينا نقطتين بس يا دكتور، حامل وعندها فاميليا المترينيان فيفر او لاكتيتنج وومن، تكمل كولشيسين ولا ما تكملش يا دكتور؟ تكمل، مفيش أي مشكلة خالص، الإكسكريشن في الملك از فيري لو أساساً. الحاجة التانية إن وجدوا إن الفاميليا المترينيان فيفر كده كده ممكن تعمل مسكارج أواي فروم كولشيسين.
ادي الفاميليال ميترينيان. تمام. ريست بس دقيقتين كده ونكمل الباقيين. اي حد يسال يا دكاتره انا مع حضراتكم ديسكشن يعني نتكلم مفيش مشكله. يلا يا دكاتره. تاني اسمه ترابس. ترابس ده اللي هو تيومر نكروز فاكتور ريسبتور 1 اسوسييتد بيريودك سيندروم. مش مهم الاسم الطويل ده، اسمه ترابس وخلاص. هي الفكره بقى في ايه؟ اصل دوت انفلاماتوري يا دكتور، انفلامازوم شغال، النت امين ريسبونس، مفيش اوتو انتي بادي، مفيش ام اتش سي، والكلينيكال برزنتيشن 3 و3 وما يستجد من اعمال. ده ايه الموضوع ده؟ يبقى اول حاجه يا دكتور التكه بتاعتك اللي هتفرق هتبقى باثوجينيسيس. ايه بقى الباثوجينيسيس يا دكتور؟ بص يا سيدي، ادي التي ان اف ريسبتور اهي، سالتني فيها الدكتوره ايمان زمان يعني لو هي فاكره. ادي التي ان اف ريسبتور. التي ان اف يا دكتور ده ليه ميدياتورز جوه الخليه؟ يعني ايه ميدياتورز؟ سيجنال ترانسدكشن، يعني هتحمل الاشاره من هنا وتروح للنيوكليس. ليه يا دكتور؟ عشان يطلع بروتين، قد يكون سايتوكاين، اي خرابيط. طب الديل ده يا دكتور فيه مين؟ الديل ده يا اما اخره ايبوبتوزس، يا اما اخره نيوكليير فاكتور كابا بيتا بتاع الانفلاميشن. انا هفكرك بحاجه يا دكتور بسيطه خالص. الخلايا بتموت ازاي؟ بتموت بحاجه اسمها بروجرامد سيل ديث. بروجرامد سيل ديث، بروجرام ده يعني كل حاجه معمول حسابها. فاما الموت خارجي اما داخلي يا دكتور. خارجي يعني ايه؟ كل خليه عليها ليجند للوفاه، زي حالتنا كده. واحد يقول لك ده مات بالهارت والتاني مات بالسي ان اس، عشان كده هم سمول فيسلز، نهايه الحياه يعني. يا اما في سيجنال جوه الخليه. مين السيجنال دول يا دكتور اللي بتموت؟ انك انت تموتها بالاكسبريشن للبي 35، او تعيش يا دكتور بحاجه اسمها البي سي ال جين. الاثنين على عكس بعض يا دكتور، لو حصل اكتيفيشن لده خليه تموت، طب ده خليه تعيش، وده اللي بيحصل في الكانسر يعني. ما علينا. النورمال ايه يا دكتور؟ النورمال ايه بقى؟ بص يا سيدي، النورمال ان احنا عندنا تي ان اف بيلف كده في السيركيليشن، يروح يشبك في التي ان اف ريسبتور، تقوم الخليه تشتغل سواء خير او شر. حلو. نورمال يحصل ايه بقى يا دكتور؟ ان التي ان اف ريسبتور ده يحصل له شيدنج. فلو جه تي ان اف تاني يروح للريسبتور دي يقول له لا ده انا خلصت يا حبيبي وقفلنا الفرن بدري، لمينا الكراسي ورشينا ميه، خلاص لن تستجيب لانذر تي ان اف. فقالوا اول واحده يا دكتور بقى ان التي ان اف ريسبتور الدراع الخارجي بتاعه ده مش راضي يموت. ليه يا دكتور؟ اسمه ديفكتيف شيدنج. ليه يا دكتور؟ لان عنده ابنورماليتي يا دكتور هنا في امينو اسيد اسمه سيستاين امينو اسيد. دي لها حته في الجينيتكس كده بس دي مش مهمه دلوقتي. طب خد المعلومه الثانيه، وهو التي ان اف لما ما يحصلش شيدنج يبقى اي تي ان اف بيلف في السيركيوليشن يجي يريح هنا. دي هتهمك في العلاج انك تدي من عندك ريسبتور، يبقى هنا الحلو مين؟ التانا ريسبتور. طب الميكانيزم الثاني يا دكتور، الميكانيزم الثاني قال لك بص يا سيدي، لما التي ان اف ده ما بيموتش يا دكتور ريسبتور يعني، بيحصل استيميليشن البي سي ال جين. يا حلاوه، الخلايا تعيش اكتر، مور تي ان اف كمان. قال له طب الثالثه، الناس اللي عندهم واوا في السيستاين ريزيدوال ده، الاندوبلازميك ريتيكلم كل ما تصنع حاجه ما تقدرش تخرجها بره، تقوم تبقى ستريسد، تقوم بالمره تطلع انترليوكن 1 يا دكتور. عشان كده العلاج انترليوكن 1 بلوكر او ايتانر سيرت. تاني كده، تاني حاضر. بص يا دكتور، ايه هو الميكانيزم بتاع الترابس؟ قول له انا مش عارف.
بس الترابس ده يا دكتور عبارة ان اي تي ان اف بيلف في السيركيوليشن ليه ريسبتور على الخلايا، المفروض الخلايا تستقبله وبعدين يحصل زي ما احنا بنقول في الاندوكراين نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، خلصت الشغله يقوم التي ان اف ده الريسبتور دي يحصل لها شيدنج تدوب. القضيه يا دكتور والاساس ان مفيش ديفكتيف شيدنج، يقوم يحصل حاجه بره وحاجه جوه، حاجه بره كل التي ان اف تلزق في التي ان اف ريسبتور ده ويحصل بوتنت ستيميليشن على طول يشغل بقى انفلامازوم غيره. اثنين داخلي الاندوبلازميك ريتيكولم تحس ان الشيله تقيله عليها تقوم بالمره تطلع انترليوكين 1، خدناها زمان دي اسمها اندوبلازميك ريتيكولم ستريس، خدناها فين دي؟ ايوه صح، فين بقى؟ في الجاوت والسير نيجاتيف في الانكلوزنج. في واحد تالت قال له يا بابا انا خط وحش، قال له يعني عمك بيعرف يقرا؟ قول يا دكتور ايمان ده البيس دكتور ولا ايه؟ البيس شاطرة ما شاء الله. يلا يا جماعة بقى تعال نروح، يبقى اجي كاتب كده الميكانيزم يا دكتور هنا ان التي ان اف ريسبتور لا تريد ان تموت. كلينيكال برزنتيشن يا دكتور، قول له مش عارف بس ده اوتو انفلاماتوري 3 و3 بس الرجل تدب مكان ما تحب يا دكتور، اول واحدة سيستميك يا سلام يعني فيفر والله كويس. رقم اتنين ساينوفايتس ماشي او سيروسايتس ماشي سكين راش ماشي، حد يساعدني يا جماعة بعد السكين راش سبلينوميلي ماشي، وبعدين سبيشال اميليدوزس. حط بقى هنا ما يستجد من اعمال، فواحد يقول لي طب وايه الفرق بينها بقى وما بين الفاميليا المترينيا في البرزنتيشن يا دكتور؟ مين يقول لي؟ ترتيب. حلو، قول لي الترتيب بقى، أنا سامع الترتيب. ما هو الترتيب يا دكتور؟ سيستميك برضه مانفستيشن الأول. حلو، من ثلاث أيام لأسبوع. برافو عليك، إن الحرارة في الفاميليا المترينيا فيفر كانت بتقعد قد إيه؟ 3 أيام. من واحد لثلاث أيام. أنا فاكر اسمها 72. أيوه. لكن هنا الفيفر يا دكتور في الترابس بتكمل اكتر من اسبوع يا دكتور، بتطول شويه مطوله. طيب ورقم اتنين يا دكتور اللي يلفت نظرك بقى المثل المشهور بالاضافه لكل الكلام اللي انت عايز تقوله، اوعى تنسى دول يا دكتور. بص عينك على العين بيري اوربيتال اديما. اتنين اتنين كل ده كويس حاضر. اتنين يا دكتور يحصل لهم ما يلجوا عليها مايجراتوري راش، يعني رشوة تحت مؤلمة، دي أهم نقطة يا دكتور خلي بالك. يعمل لينفادينوباس يعمل ابدومينال سيمتومز أي، لكن عايز أركز على مين يا دكتور؟ أوعى تنسى البري أوربيتال إديما وانفلاميشن في الكونجنكتيفا، يعني هو نفس الكلينيكال برزنتيشن يا دكتور دول. طلع السيستميك دي واداها اب تو اسبوعين، وبيري اوربيتال اديما مهمه والمايجراتي ريش تحتها مايالجيا. بح خلاص يا دكتور بح خلاص. جالك مريض بهذا الكلام بتاع الترابس يا دكتور، طبعا السن صغير ممكن برزنتد في الفيرست يير اوف لايف، يعني هو ده غالبا بيروح للاطفال وكلهم انتي بايوتيك وانتي بايوتيك عادي، ده مش عيب على فكره، المهم الامور تظبط. الانفستيجيشن يا دكتور عادي، يعني توتال ليوكوسيتيك كاونت اللي هي السي ار والسي ار بي سيرم اميلويد عادي. طب وبعدين يا دكتور تطلب جينيتك مفيش مشكله، يعني انت هتحس ان مفيش فرق ما بين دول ودول في الكلينيكال برزنتيشن، كلهم شبه بعض بس انت بتشوف مين بيحب مين. اسالكم سؤال بقى يا دكاتره، هو في الترابس هنا لما يجي لك المريض المين لاين اوف تريتمنت ايه يا دكتور؟ هناك كان المين لاين اوف تريتمنت ايه؟ كونشيسي. حلو، كمل بقى ما استجابش تروح لمين؟
TNF أو interleukin 1 inhibitor. خلي أحط 1 inhibitor الأول و TNF وبعد كده بعض الكيسز حطوا فيها توسيليزوماب. تمام. الأرثرايتس هناك تتعالج عادي. كل شيء سين مفيش فايدة. يبقى تدخل عن النون بيولوجيكال دمار مفيش فايدة. TNF ألفا. تعالى هنا بقى. قارن كده يا دكتور. المين لاين اوف تريتمنت يا دكتور في المايلد اتاك نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. طب لو كانت الاتاك سيفير يا دكتور؟ تي ان اف ماشي، بس خلي بالك يعني انت ما بتروحش للتي ان اف كده على طول. تمام. كورتيكوسترويد جرعتك كام؟ كل جرعات الاطفال ثابته في سنه 5 النص الواحد ملي جرام بير كي جي. طب ما استجابش يا دكتور، ما استجابش يعني كلينيكال برزنتيشن والانفلاماتوري ماركرز عاليه. طب ما هتروح للبيولوجي. اكيد الايتانر 6 محبوب. ليه بقى؟ وبعدين انترليوكن 1 انهبيتور. اهو ما ده الباثوجينيسيس اهو. احنا قلناها في الباثوجينيسيس زمان. اكيد الايتانر 6 محبوب عن الادالينوماب والانفليكسيماب. ليه؟ لان المشكله في التي ان اف اللي بيلف ده والريسبتور دايما مستنياه. الجماعه اللي بيجمعهم بص يا دكتور، ادي الفاميليال ميترينيان فيبر، بص يا دكتور، وادي الترابس. خلي بالك هما الاثنين فيفر يا دكتور. بص هنا فيفر قصيره، هنا طويله شويه، الباقي شبه بعض مش كده؟ لكن يلفت نظرك هنا يا دكتور السيروسايتس اعلى. امال يلفت نظرك هنا مين؟ العين على حارس بيري اوربيتال اديما ترفع الجفن كونجنكتيفايتس. حط بقى الليمفادينوباسي كله زي بعضه. الاثنين نفس الانفستيجيشن يا دكتور، سي ار بي توتال ليبسيد كاونت سيرم اميلويد. هنا العلاج الاساسي كولشيسين، هنا مايلد اتاك نان استرويدز وبعدين بيولوجيكال ثيرابي. على فكره يا دكاتره ساعات انا برغي كتير وبصدعكم، بس ده المطلوب يعني، دايما افضل حافظ الكلام ده عشان ده مهم. المرض الثالث نخلص منه اللي هو يا دكتور في يا نعم التلبس اللي بستعمل فيه كولشيسين. سامعك يا دكتوره ايمان والله. لا الكولشيسين يرول في التراب يا دكتور ولا مش مكتوب؟ والله مش مكتوب خالص، لان انت بتشتغل على باثو جينيسيس على الريسبتور نفسها وادت انفلاميشن فتدي انتي انفلاماتوري. حلو كده دكتوره ايمان. اللي بعديها بص يا دكتوره ايمان، الهايبر اي جي دي سندروم. عايز اقول لكم على حاجه، يعني وظيفة الاي جي ام دكاترة تسمع عنه يقول لك اكيوت انفلاميشن، ما بيعديش البلاسنت. اي جي جي عيل صغير وبيلف في كل حتة ويعدي البلاسنت. اي جي اي مثلا ده، الاي جي اي يا دكتور ده بتاع ايه؟ عملوا له امراض باسمه اي جي اي ميديتد فاسكولايتس والسكريتري اي جي اي في الريسبيراتري والجي اي تي. فعملوا ايه بقى؟ يعني هو الجي اي تي ده الاسف الاي جي دي ده ملوش نفس يعني؟ هو هيفضل خدام طول عمره كده؟ قال لك لا، وحياتك لنعمل له سندروم يا سيدي. قال طب والسندروم ده ايه بقى يا دكتور؟ قال لك بص تعالى على النيوكلس الحلوه دي اللي حضراتكم بتسموها الكوليسترول رينج. الكوليسترول عشان يتكون يا دكتور لابد من وجود انزيم اسمه ميفالونيت كاينيز انزيم. حلو حلو. الناس دول يا دكتور عندهم ديفكت مفيش ميفالونيت كاينيز. قالوا طيب طب وايه المشكله ان مفيش ميفالونات كاينيز يا دكتور؟ هيحصل اكيوميليشن يا دكتور لبريكيرسور كان بيتحول بميفالونات كاينيز اسمه كده، اسمه رخم شويه، اسمه ايزو برينويدز. مش مهم يا دكتور على فكره، والله ما مهم الكلام ده، اهم حاجه ان عنده ديفكت في الميفالونات كاينيز. ففي ماده انترميديت ما وصلتش للكوليسترول. المادة دي يا دكتور في أول المحاضرة قلت لك الإنفلامازوم اللي نايم جوه ده بيتعرف على الآتي يا دكتور، أنتيجين، بكتيريال توكسينز، عد كده، يوريك أسيد، أي تي بي يا دكتور، عد يا دكتور كده، وجيت قايل لك ليبيد لو أنت فاكر. اللي عنده التسجيل هيلاقيه. طب وبعدين يا دكتور؟ قال لك الليبيد الانترميديت دي فيري توكسيك، نستقبلها عن طريق مين يا دكتور؟ النود ريسبتور اللي كان اسم الدلع بتاعها
انفلامازوم يا دكتور، وده كان عبارة عن ثلاثة، بايرين والاسك والبروكاسبيز. يا ربي، يحول برو انترليوكن 1 وبرو انترليوكن 18 للاكتف 4. ادي الهايبر اي جي دي سندروم يا دكتور. طيب انا داخل الامتحان يا دكتور ومعلوماتي مش قوي، وقال لي يقول لي كلينيكال برزنتيشن، قول له يا سيدي انا مش هزعلك ابدا. ده الهايبر اي جي دي سندروم ده يا دكتور بص بقى، مش ممكن يجي في اول سنه، لا ده اسمه كده تيبيكالي بريزنتد في الفيرست يير اوف لايف. ده مهم على فكره، خلي بالك. الفاميليال مترينين يا دكتور 10 ل 20، الترابس يا دكتور اول سنه، لكن ده مش اول سنه، تيبيكالي في اول سنه، ومكتوب ان الانسيت بتاعته في خلال في اول 6 شهور. حلو حلو يا دكتور. طبعا مشهور في اماكن في اوروبا، مش مهم الكلام ده بالنسبه لنا، المهم ان احنا نكون عارفين في دماغنا هايبر اي جي دي سندروم. طيب تعالى بقى يا دكتور الكلينيكال برزنتيشن. قول له والله انا مش عارف، بس بيقولوا سيستميك وسيروسايتس وساينوفايتس وسكين راش. حد يساعدني، دايما بقول حد يساعدني في البتاع دي، سبلينوميجي وسبيشال اميلدوزس. وبعدين نحط ما يستجد من اعمال، يعني يا دكاتره هو الراجل ده بيحب مين؟ مين ما يحبش فاطمه يا دكتور بقى؟ حلو الكلام. قال لك بص، اول حاجه يا دكتور في الفيفر، لما اتكلمت في الفاميليا المترينيان كان من يوم لثلاثه، والترابس بالصدفه كانت رقم اثنين، فنقول اب تو اسبوعين. امال الهايبر اي جي دي يا دكتور ده انت مقلق منه ليه بقى؟ ان الفيفر تقعد قد ايه؟ مطوله، يعني هيستري برولونجد فيفر. ايوه خلي بالك، بس هي الفكره ان الفيفر يا دكتور ما بيجيش جراديوال. برضو الكلام ده مش هيهمنا. التكه الثانيه فيها هي بتقعد قد ايه؟ بص يا دكتور، من 4 لـ7 ايام، يبقى خليها اسبوع على السبوع يعني. ها طيب، رقم اثنين هنا يا دكتور بقى، رقم اثنين هيلفت نظرك في الولد ده، هيلفت نظرك في الولد ده الليمفادينوباثي. ونطلعها فوق كده، نقول عنده ليمف ادينوباثي في كام في المية؟ في 90% من الحالات. يبقى انت في الفاميليا المترينيان طلعت الفيفر والسيروسايتس، في الترابس طلعت الفيفر يا دكتور، ووراها البري اوربيتال اديما، ولما تشيل الحاجب تلاقي الكونجنكتيفايتس. هنا عندك لينف نود يا دكتور، طبعا الكومن هي سيرفايكال لينف نود. ومسالك سؤال بقى، هو انت لو واحد عنده لينف ادينوباثي، طب الواد لو عملت له بايوبسي ايه اللي يحصل يعني؟ ايه رايك يا دكتور؟ اخبار البي سيلز عددهم كام؟ او البلازما سيل في العينه؟ مفيش. شاطر والله، مفيش بلازما سيل، شاطر، عشان مفيش بي سيل اصلا. امال هتشوف ايه يا دكتور؟ الكلمه اللي بتتكتب في كل البايوبس، نون سبيسيفيك انفلاماتوري ريسبونس، عامل شويه هايبر بليزيا. حلو الكلام. طب الولاد ده يجي له ابدومينال بين؟ طبعا اساسي. لما تلاقي صداع ما تضحكش يا دكتور، يعني الواد بيكاكي بيعيط يعني. عنده ميوكوكوتينس مانيفستيشن، شويه افسس السر ارتكاريا، ده الاساس. طيب هل تحب تضيف حاجه ثانيه؟ اقول له لا ما احبش اضيف يا حبيبي. يبقى انت طلعت هنا السيستميك مانيفستيشن اسبوع، ومعاه الليمفادينوباثي، وده سؤال الليمفادينوباثي يا جماعه. هنا السؤال بقى، جالك واحد عنده هايبر اي جي دي سندروم، الحل يا دكتور؟ قال لك بص يا سيدي، سيمتوماتيك ريليف. هتدي ايه يا سيدي؟ قال لك باراسيتامول بلس اور ماينس نان سترويد. ما هو جالك طفل حرارته عاليه ومعاه الليمفادينوباثي، انت هتقول يا دكتور ابر ريسبيراتوري تراكت عادي يعني، يبقى باراسيتامول نان سترويد. طب ما فيش فايده، يبقى استرويدز. حاسس ان انت بتقرب من حاجه معينه. طب ما فيش فايده يا دكتور، الموضوع بقى كرونيك بقى وريكارنت فيفر. قال لك بص يا سيدي، ندي انا كينرا، مفيش فايده، توسيليزوماب وايتانرسبت.
فانت حاسس انك بتتكلم زي اللي فات بالظبط يا دكتور. طبعا ده في تكتيم في العلاج زياده يعني، عشان لو انت بتقرا حاجات كبيره بون مارو ترانسبلانت، العيب في الام يا دكتور، غير عدد البابك. اتنين جين ثيرابي، غير يعني بح خلاص. ان شاء الله المره الجايه نكمل البتاعتين الباقيين دول، وانا مع حضراتكم لاي سؤال. معلش يا فندم، سبب التسميه بتاعته هايبر اي جي دي مع ان مفيش بي سيلز، ليه تسمى كده يا فندم؟ لا ما هو بص، المدياتور، الماده اللي بتزيد دي يا حبيبي، الماده اللي بتزيد دي، واخد بالك، ده كيموتاكتيك فاكتور للاي جي دي بس، لكن ما فيش بي سيل، ملوش علاقه بالموضوع خالص يا دكتور. بس مش ايمينوجلوبين يعني او انتي بودي يعني؟ ما هو اي جي دي اللي هو الايمينوجلوبين دي عالي في السيركيليشن حتى ينزل في اليورين. ايه اللي زوده؟ ان الانترميديت ميديتور بتاع الكوليسترول فورميشن يسحب الراجل ده من قفاه. يلا يا دكاتره، مين يسالني في اي حاجه؟ طيب ربنا معاك. دكتور كنت بتسال، معلش، في التريتمنت بتاع السبا. ايوه حتى كنت بتقول لنا ان انا لما بدي بيولوجي الفرق بينه وبين الروماتويد، يعني انا كنت هناك لازم ادي ميثوتروكسيد، وفي السبا انا بديه بس لو حد انفليكس ماب عشان الكايميريك، ان هو انتي كايميريك يعني. لا هي التكه، هي التكه يا دكتوره امين، ان مع الانفليكس ماب ان جنرال لابد ان تضيف معاه ميثوتروكسيد. طب هو دكتور، هو انا كنت قرات ان هو ما بيحصلش مع السبا، يعني بيقول ان الانفليكس ماب بيتكون له انتي بودي مع الروماتويد وما بيتكونلوش مع، عشان هو سيرو نيجاتيف يعني. هو قال انه بيبقى فيه قليل، فما فيش داعي ان انا ادي معاه ميثوتروكسيد، المعلومه دي يعني. حاضر تمام، طالما مكتوبه خلاص يا دكتوره امين اكيد. بس هو عشان هو يتاخد في الاكزيل مثلا، فالاكزيل ما فيش دور للميثوتروكسيد، هو عشان سيرو نيجاتيف ما فيش اوتو انتي بودز. بس هو قصده ان ما فيش دور للبي سيل فما بيتكونلوش، وده قصده يعني؟ انا مع حضرتك، بس هي القضيه مش للبي سيل، الدور ان اصلا تكون الانفليكس ماب في الناس العاديين. لو جبت واحد ماشي في الشارع واديته انفليكس ماب، لان في جزء مع انه معمول من الفران، يعني اللانشون بتاعه فراني شويه، فالجسم بيطلع ضده انتي بودي ضد الانفليكس ماب نفسه، عشان كده هتقل الافكاسي بعدين. سام انا مش فاهمه ليه بقى في عينين السبا ما بيطلع لهمش يعني. والله مش عارف، هل دي حاجه اوبزرفيشن؟ لكن انا هكتبها والله يا امين اهو، الام جي اكس مع الانفليكس ماب. على فكره اللي بيسالني، على اللي بعت لي اسئله وانا بنسى اجاوب، والله يا جماعه عشان مش بقول ان انا مشغول ومهم، لا والله فعلا يعني للاسف. انا كنت زمان كنت بقول يعني، اما قابلني حد يقول لي انا مشغول اقول له مشغول في ايه؟